الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أن أعمل في التقسيط وأسأل عن زكاة المال، هل أخرج الزكاة من المال الأساسي أم أخرجه من المكاسب التي يتحصل عليها بعد؟ أسأل الله أن ينفع بك المسلمين. الحمد لله، أنا أدلك على أن تجعل لك يوما تحدده من العام تجعله يوم زكاة لك، فمتى ما جاءك هذا اليوم فيجب عليك بارك الله فيك أن تزكي جميع المال الذي هو موجود عندك الآن، وجميع المال الذي لا يزال على شكل أقساط عند الزبائن أو عند العملاء. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك ما أريد قوله. لو أنك مثلا دينت سيارة على أنها تقسيط، كل شهر يعطيك صاحبها 2000 ريال وقيمتها بالأقساط 70,000 ريال، واستلمت من أقساطها 30,000 ريال، فإذا حال الحول وحل يوم الزكاة فيجب عليك أن تخرج زكاة 30 الموجودة عندك إن كانت لا تزال موجودة، ويجب عليك أن تخرج الزكاة في الأموال المتبقية في ذمم هؤلاء الذين لم يسددوا بعد، ما لم يكن أحدهم مماطلا أو جاحدا أو بينك وبينه مشكلة امتنع بسببها من السداد. أما إذا كانوا باذلين للمال ويسددونك الأقساط الواجبة عليهم كل شهر وليس فيهم أحد جاحد ولا مماطل، فالواجب عليك أن تخرج زكاة المال السيولة التي عندك الآن، وتحسب ما بقي في ذمم الناس من تلك الأقساط، ثم تجمعها مع ما معك من السيولة وتقسم كامل المبلغ على 40، وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الواجب عليك. ففي المثال الذي ضربته يجب عليك أن تخرج زكاة 30 الموجودة عندك والخمسين التي لا تزال، أو أقصد والسبعين، عفوا، تخرج زكاة 30 الموجودة عندك، وكذلك تخرج زكاة 40 التي هي تمام 70 والتي لم تقبضها بعد، لكنك في حكم من قبضها، لأن هؤلاء يسددون وليسوا بمماطلين ولا متأخرين في السداد. فإذا زكاة الأقساط تجب فيما قبضته أنت من هذه الأقساط وفيما بقي في ذمم الناس كذلك، كل يوم من كلما مر عليك هذا اليوم من العام، فتجعل لك يوما ثم تحسب ما معك من السيولة الآن ومن عروض التجارة الموجودة عندك مما لم يبع وهو معد للبيع، وتحسب ما بقي في ذمم الناس من الأقساط، ثم تخرج زكاة الجميع. وأما المماطل منهم فلا تخرج الزكاة عنه إلا إذا قبضت ما في ذمته ولو بعد سنوات، فتخرج زكاة سنة واحدة فقط. أما من كان يسدد الأقساط ولا يماطل وليس بجاحد ولا بينك وبينه مشكلة والسداد ماشي كل شهر، فهذا يجب عليك أن تخرج زكاة ما بقي في ذمته، والله أعلم.